تأسست هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أنسو عام 48 لتراقب وتحافظ على سير وقف إطلاق النار. تزامن هذا مع نهاية الأعمال القتالية بين إسرائيل والجامعة العربية، وكانت أول عملية لحفظ السلام للأمم المتحدة في العالم. وحالياً يوجد نحو 16 بعثة حفظ سلام حول العالم. يعد اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة فرصة لتكريم الرجال والسيدات البواسل الذين تركوا عائلاتهم وذويهم للعمل في بعض من أكثر الأماكن خطورة في العالم، ولتذكر الذين فقدوا حياتهم أثناء الخدمة. وتشترك النساء الآن أكثر من ذي قبل في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. في عام 2007 أرسلت الحكومة الهندية أول كتيبة من النساء إلى ليبيريا لمساعدة الدولة الأفريقية في حفظ الأمن والسلام. والآن انتهت فترة خدمتهن وأخذن يجهزن للعودة للهند بعد 9 سنوات من العمل ليتركن إرثاً دائماً في ليبيريا. To inspiring Liberian women, to encourage them to join those entities, those operations that protect the nation. For that, we'll always be grateful. وحذت نساء من منغوليا حذو الكتيبة الهندية وانتقلت إلى جنوب السودان العام الماضي لتحفظ السلام وتحمي النساء والأطفال الذين نزحوا من جراء النزاع الدائر. أول أمر بالعمل كان المرور في دورية أمنية حول المواقع المدنية حيث يعيش آلاف النازحين. جزء من التفويض يتضمن توفير رعاية صحية لهؤلاء النازحين في منطقة الحماية. لكن العمل كان صعبا على هؤلاء النساء اللواتي وجدن أنفسهن في أرض غريبة تبعد آلاف الأميال عن بيوتهن. وعلى الرغم من ذلك فإن الملازم أردين أوتشير إتشنكيرلو وأفراد فريقها لم يتوقفوا عن توفير الدعم الطبي عند الحاجة خاصة للنساء والأطفال. I am woman and I am mother and I am a peacekeeper's woman and so I'm really proud of my peacekeeper's job. لهؤلاء السيدات تأثير إيجابي أينما يذهبن، ولا سيما في دورهن لدعم النساء النازحات وحماية حقوقهن وبناء السلام. أعدت هذا التقرير للأمم المتحدة ماري فيريرا.